السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي جريد 5 في شرح منهج الساينس مع مستر ماجد نجيب فهيم معلم خبير ساينس. ازيكم عاملين ايه؟ يا ريت نكون بنذاكر ان شاء الله. هنبدأ ناخد النهارده ليسون 2 في يونت 1 سكند تيرم، واحنا المره اللي فاتت خلصنا ليسون 1. يا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك، يفعل زر الجرس ويعمل شير ويعمل لايك ويتابعنا، ويخلي باله ان في مراجعه مهمه قبل الامتحان ان شاء الله هنعملها على طول بتاعه يونت 1، مراجعه يونت 1. تعالى كده نبدا مع بعض. واحنا خدنا ليسون 1 قلنا الريفليكشن فورس واتكلمنا عن الريفليكشن فورس. تعالى نشوف ليسون 2 بيتكلم عن ايه ونشوفه مع بعض ونحلله مع بعض 1 باي 1. ليسون 2 يا اولاد بيتكلم عن ابلكيشنز اوف فريكشن. يعني ايه ابلكيشنز اوف فريكشنز؟ تطبيقات الاحتكاك. يعني ايه تطبيقات الاحتكاك؟ يعني هناخد حاجتين، مميزات او فوائد الاحتكاك وعيوب الاحتكاك. اول حاجه الادفانتجز اوف فريكشن. يعني ايه ادفانتجز؟ مزايا الاحتكاك. هل الاحتكاك الفريكشن فورس اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت انها اللي بتنشا لما اتنين تو بوديز تاتشز ايتش اذر؟ طبعا ليه ادفانتجز. يعني ايه ادفانتجز؟ يعني بينيفيت، يعني فوائد الاحتكاك. اول فائده الاحتكاك هيلب اس تو ووك. يعني ايه هيلب اس تو ووك؟ يعني وانت ماشي كده في الارض على الرود طبعا بيحصل فريكشن بتوين الشوز بتاعك والجراوند. طبعا نتيجه الفريكشن اللي بتوين الشوز والجراوند بيعمل هيلب اس تو ووك، يعني بيساعدنا على المشي، لان الفريكشن فورس يا اولاد بتوين الشوز والجراوند. طب لو مفيش فريكشن بتوين الشوز والجراوند هيحصل لك سليبنج داون، يعني بريفنت اس فروم سليبنج داون، زي ما احنا شايفين مع بعض في الكلام المكتوب. بريفنت يعني يمنع اس فروم سليبنج داون، يعني يمنعنا من التزحلق. يبقى اول مزايا للفريكشن او ادفانتج اوف فريكشن هيلب اس تو ووك، لان الفريكشن بتوين الشوز بتاعك والجراوند بيساعدك على الووك وبريفنت اس تو ووك، زي ما احنا شايفين الفريكشن بتوين هيلب اس تو ووك. تاني حاجه للفريكشن لايتنج اوف ا ماتش. زي ما انتوا شايفين عود الثقاب ده الماتش، لو ما عملش احتكاك بينه وبين العلبه بتاعه الكبريت مش هيولع، مش هيعمل لايتنج، يعني مش هينور او مش هيشتعل. يبقى لازم لايتنج اوف ا ماتش محتاجه ايه؟ فريكشن، محتاجه فريكشن. نمبر 3 فريكشن بيساعدك على ايه؟ لو انت ماشي بالعربيه في الطريق زي ما انت شايف عاوز تعمل تشينج دايركشن او تغير السبيد بتاعتك تقللها، تعمل ايه؟ يبقى الفريكشن انيبل يو تو كنترول ذا كار سبيد. يبقى بيساعدنا ثالث حاجه على كنترول كار سبيد. يعني ايه كنترول؟ يتحكم في السرعه بتاعه السياره، لان انت لو ما فيش السرعه بتاعتك خفت او قليله ما ينفعش تعمل تيرن او ما تعمل يمين او شمال او تتحكم في السرعه بتاعتك. يبقى ثالث حاجه بتعمل ايه؟ كنترول كار سبيد. نمبر 4 الكار بريكس. ايه البريكس؟ الفرامل اللي انتوا شايفينها دي، شايفين الفرامل دي الحديد دي، بيمسك في الحديده المدوره دي بتاعه العجله نفسها بتاع العربيه ويخلي العربيه تقف. اهو زي ما انتوا شايفين من الرسمه دي او دي، هتلاحظ ان ده البريك. لما فيش فريكشن بالبريك والحاجه المدوره اللي بنسميها طنابير في العربيه، طبعا مش هيحصل ان ايه ستوبنج كار او سلو داون. يبقى الكار بريكس، ايه الكار بريكس؟ فرامل العربيه يوز تو سلو داون اور ستوب كار، تعتمد على ايه؟ ديبند اون فريكشن. يبقى دول يا اولاد ادفانتجز اوف فريكشن. يعني ايه ادفانتجز؟ يعني مزايا الفريكشن. ارجعهم تاني، الفريكشن بتاعنا ليه ادفانتجز. يعني ايه ادفانتجز؟ يعني تطبيقات، سوري مزايا فوائد. اول حاجه هيلب اس تو ووك، نتيجه الفريكشن بين الشوز والجراوند، يعني بريفنت اس سليبنج داون. تاني حاجه لايتنج اوف ا ماتش. يعني ايه لايتنج اوف ا ماتش؟ يعني اشتعال عود الثقاب. فريكشن انيبل يو، بيساعدك على كنترول كار سبيد اند دايركشن كذلك، يعني الاتجاه والسرعه. نمبر 4 الكار بريك ذات ار يوز. طبعا الكار بريك اللي انتم شايفينها في الرسمه الموجوده في العجله بتساعد على سلو داون او ستوب، يعتمد على الفريكشن. دي الادفانتجز. عكس ادفانتج حاجه اسمها فريكشن ديس ادفانتجز. يعني ايه ديس ادفانتجز؟ حطينا دي اي اس قدام الكلمه، يعني عكستها نفتها، يعني مش مزايا عيوبها. ايه الفريكشن ليه عيوب؟ الفريكشن ليه عيوب. ازاي اعرف العيوب الفريكشن؟
طبعا احنا الماشين بتاعتنا بتعتمد على الفريكشن. ازاي يا مستر؟ المروحه شغاله مش في فريكشن بين انترنال بارت اوف ماشين؟ طب لو ايدك عملت بينهم روبينج يور هاند، يعني روبينج يور هاند دلكت ايدك في بعضيهم، بتحس بايه؟ برافو، بتحس بسخونه، هيت انرجي بتطلع. الهيت دي درجه حراره، تمبريتشر. ما بالك بقى الماشين دي اللي انتوا شايفينها شغاله بالفريكشن، يعني بتلف زي المروحه مثلا، زي الغساله. يبقى الانترنال بارت اوف ماشين ويحصل لها ممكن دامجد. يعني ايه دامجد؟ دامجد يعني تتلف. كلمه دامجد يعني ايه؟ تتلف او تبوظ. ليه؟ طيب ريزلت اوف فريكشن بتوين زير موفينج بارت، عشان الفريكشن اللي بتوين الموفينج ايه بارت. This friction cause a rise in temperature. يعني ايه rise in temperature؟ يعني ارتفاع في درجة الحرارة، بيعمل increase temperature. وطبعا ما دام عمل increase temperature بيعمل damage of machine، وبيعمل كذلك erosion. يعني ايه مستر كلمة erosion؟ erosion يعني تآكل، يعني خلاها تتاكل زي ما انتم شايفين. شايف الماشين حصل لها ايه نتيجة الفريكشن؟ دي نتيجة الفريكشن، عمل internal part of machine عمل لها damage. هنا عمل رايز تمبريتشر، شايف درجة الحرارة مولعة ازاي سخنة. كذلك هنا في الماشين دي نتيجة الفريكشن حصل الدامج بتاع الماشين. يبقى الفريكشن ليه عيوب في ايه؟ انه بيرفع درجة الحرارة، انكريز تمبريتشر. اول ما يعمل انكريز للتمبريتشر بيعمل اروجن. اروجن يعني تآكل. يعني ايه تآكل؟ يعني خليها تتاكل. ليه؟ علشان بيعمل رايز تمبريتشر وفي نفس الوقت بيعمل دامج. طبعا كله ده بيكلف a lot of money is wasted. يعني ايه a lot of money is wasted؟ يعني انت بتنفق كثير من المال عشان تعمل لها ايه؟ اصلاح. يبقى دي بتأثر على الايكونوميكال الحاجة الايكونوميكال، يعني اقتصاد. يبقى خلي بالي الفريكشن ديس ادفانتجز. يعني ايه فريكشن ديس ادفانتجز؟ عيوب الفريكشن. ايه عيوب الفريكشن؟ بيعمل دامج اوف ماشين زي ما انت شايف في الصوره، بيعمل دامج اوف ماشين. يعني ايه دامج اوف ماشين؟ يعني بيتلف الالات نتيجه رايز تمبريتشر او انكريز تمبريتشر، يعني برفع درجه ايه الحراره. وبيعمل طبعا الوت اوف ماني از ويستد، يعني كثير من المال يفقد. بس علشان نشغل الالبس كويس لازم ماست بي او شود بي كولد. يعني ايه شود بي كولد؟ لازم نبردها افتر لونج اوف تايم. يعني بعد ما شغل الماشين ما شغلهاش 24 ساعه، لا انت بتاخدها وقت عشان تبرد. طبعا في بعض الماشين ممكن بنلاقي فيها مبردات اصلا، زي الكمبيوتر مثلا لما يجي يشتغل تلاقي دايما في مروحه شغاله. ليه؟ عشان تبرد السخونه او تبرد الفريكشن اللي موجود في الالات اللي بتشتغل او اي حاجه تانية، سواء الات في مصانع او حاجه تانية. انت تعمل ايه افتر لونج اوف تايم؟ بعد مده زمنيه طويله should be cooled، يعني لازم تبرد الماشين علشان تعمل لها اوبريت، يعني تشغلها. يبقى بكده عرفنا يا اولاد ايه ليفت ادفانتجز، يعني المزايا، وايه الديس ادفانتجز بتاعه الفريكشن. يبقى ده الادفانتجز زي ما احنا شايفين مع بعض 1 و 2 و 3 و 4، والديس ادفانتجز هي العيوب بتاعه الفريكشن. بكده اعزائي تلاميذ الصف الخامس ابتدائي خلصنا ليسن 2 والجزء الاول بتاع شهر مارس ان شاء الله. عشان نمتحن عليه ما تنسوش المراجعه اللي قبل ليله الامتحان بيوم. ان شاء الله هنزل لكم فيديو بيها على القناه. يا ريت تشترك في القناه، واللي ما اشتركش يعمل اشتراك ويعمل شير لزمايله علشان يشوفوا يتابعوا برضو المراجعه بتاعه اخر السنه. هنعمل 4-5 ورقات كده تشوز، نلم بقى التشوز كله بتاعه الامتحان ان شاء الله. كده خلصنا الجزء الاول باذن الله. نشوفكم في المراجعه، ما تنسوش المراجعه دي، انا بقول مره تانية قبل الامتحان بيوم. يا ريت تفتكر انك في مراجعه فاينل ريفيجن او اللاست لوك اللي احنا متعودين ناخدها زي ما عملنا في الترم الاول، نشوفها مع بعض علشان يبقى دي اخر نظره في الساينس بتاعه شهر مارس. كده اعزائي تلاميذ الصف الخامس، نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.